يا مساء الخير على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان، يا رب تكونوا دايما مبسوطين ومقضيين أيام كلها سعادة. حلقتنا النهاردة فيها فقرات كتير وكمان ضيوف مميزين هينورونا في عيش سعيد. هنعرف سوا حكاية قصر البارون وهندخل جواه أكتر ونعرف قصته الغامضة، وهل دي إشاعات ولا حقيقة؟ ده غير إن طبعا في أخبارنا اللي بنجيبها من حول العالم وبتكون أخبار ظريفة وغريبة ولذيذة في نفس الوقت. وزي ما قلت لكم ضيوفنا النهاردة مميزين، وبما إن حلقتنا بنتكلم فيها عن أماكن تاريخية وسياحية عندنا فقرة حقيقي أنا مستنياها من دلوقتي، لأن ضيفنا هيحكي لنا عن العملات المصرية والآثار والشخصيات التاريخية الموجودة على كل عملة. هنتكلم كمان مع المرشد السياحي محمد بدران، وكمان كل اللي بيحبوا التجديد والتغيير وعايزين يعرفوا الجديد في عالم الديكور عندنا فقرة مهمة جدا هتكون فيها ضيفتنا مهندسة التصميم الداخلي والأثاث سارة محمد. ولأني متحمسة جدا نبدأ حلقتنا، خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، وعلى طول كده نبدأ أخبارنا الغريبة وهنبتديها من أسبانيا. أسبانيا الشعب بتاعها عامل مظاهرات بس عن حاجة غريبة جدا. في برشلونة عاملين مظاهرات الأيام دي احتجاجا على السياحة المفرطة، تخيل معترضين إن عندهم سياحة زيادة. طيب تعالوا أحكي لكم القصة. سكان المحليين للمدينة الأسبانية برشلونة عملوا مظاهرات بيتمنوا فيها ان هم يقللوا شوية من عدد السياح اللي موجودين في المدينة، وده علشان خلى تكلفة المعيشة بالنسبة لهم والإيجارات غالية جدا، وخلى زي ما بيقولوا المدينة غير صالحة للعيش فيها. وبحسب تقارير لوسائل الإعلام شاركت في المظاهرات دي حوالي 150 منظمة رفعوا لافتات بتحمل شعارات مختلفة، منها برشلونة ليست للبيع، أيها السائحون عودوا إلى دياركم. كل الاحتجاجات دي علقوها على لافتات، وكانوا بيعملوا المظاهرات دي في شوارع برشلونة، وكمان عملوا إن هم خلوا بعض المطاعم والفنادق في برشلونة تقفل أبوابها، واللي ما كانش بيستجيب ليهم كانوا بيحاولوا يضايقوهم بمسدسات المية. كل ده بيقولوا تحت شعار كفى علشان نضع قيود للسياحة. السياحة في برشلونة السنة اللي فاتت وصلت ل 12 مليون سايح، وده سبب زي ما بيعود بعائد مادي واقتصادي حلو للبلد، زي ما هو كمان للمواطنين بيخلي الإيجارات غالية عليهم، بيخلي المعيشة نفسها غالية عليهم. فقالوا كفاية للسياحة ولازم نضع قيود للسياحة دي اللي زودت الإيجارات علينا، وكمان بقيت الحاجات اللي بنستعملها والفلوس اللي بندفعها في الأكل والشرب زاد بنسبة 18%. في الحقيقة معظم الدول بتكون عايزة إن السياحة تزيد عندها لان ده بيعمل دخل للبلد، لكن في برشلونة الموضوع زي ما السكان بيقولوا زاد عن حده. الخبر الثاني عن مدينة تيخوانا الموجودة على حدود المكسيك الأمريكية، وهي بتحتفل بالذكرى المئوية لطبق محلي شهير عالميا وهو سلطة السيزر. السلطة دي ابتكروها في مدينة المكسيك على حسب ما بيقولوا المؤرخين، والسلطة دي اتعملت على يد الطاهي الإيطالي سيزر كاردياني. الطبق ده اتعمل في التاريخ في يوليو 1924 لما كان في عدد كبير من الأمريكان بيحتفلوا بيوم الاستقلال، وعلشان ما كانش في حاجات كتير قوي تكفي العدد الكبير ده من الجنود الأمريكان وهما بيحتفلوا، فالطاهي الإيطالي قرر إن هو يحط كل المكونات الموجودة عنده في وعاء خشبي كبير. وطبعا الطبق ده كان فيه زيت زيتون وخس وخردل وصلصة إنجليزية اللي هي الليمون، وكان كمان حاطط عليه البيض المسلوق. في الآخر كده حط كل المكونات اللي عنده علشان تكفي العدد الكبير ده من الناس اللي كانت جاية تحتفل. ومع مرور الأيام الطبق ده فضل موجود لحد دلوقتي في نفس المطعم في مدينة تيخوانا، وانتشر في العالم. مين فينا ما بياكلش سلطة السيزر وبيحبها؟ الخبر الثالث اللي معايا النهاردة وهو عن راجل صيني بس هو محتال بجد. سرق من حبيبته $360,000 أمريكي. تعالوا أحكي لكم الحكاية من الأول. الراجل ده تظاهر بأنه طبيب في مستشفى من الدرجة الأولى. اتحكم على الراجل ده بعد ما اكتشفوا الألعاب اللي هو لعبها على حبيبته ب11 سنة سجن و6 شهور، وكمان غرامة $35,000 أمريكي. طب إيه الجريمة؟ تعالوا أحكي لكم من الأول. هو ضحك على صاحبته في مدة 6 سنين كاملين. ضحك عليها بإيه؟ قال لها إن هو طبيب نسا في واحدة من المستشفيات الكبيرة. الغريبة إن هي ما اكتشفتش لمدة ال6 سنين دول كلهم، وابتدى إن هو يسحب منها فلوس كتير قوي، لدرجة إن هو سحب منها $360,000 أمريكي، علشان بيقول لها إن هو بيشتري أسهم في واحدة من الشركات اللي هي تخص صندوق الاستثمار علشان يجيب بيت الزوجية. بعد كده بعد ما سحب منها مبالغ كتير وابتدى يخسرهم في القمار ويسدد كمان ديون كتير كانت عليه، ابتدت تعرف ان هو في ما بيردش عليها، في حاجة وراه، فقررت بعد 6 سنين من علاقتهم انها تروح المستشفى علشان تسأل عليه. ولما راحت اكتشفت ان هو لا طبيب ولا بيشتغل في المستشفى ولا ليه علاقة بالطب من اساسه، وهنا اشتكته في المحكمة وفعلا تم القبض عليه بالنصب. وبكده تكون خلصت اخبارنا النهاردة. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني علشان نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم تاني علشان احكي لكم عن حكايه لذيذه جدا عن قصر البارون. هاخدكم في رحله لطيفه لاشهر القصور الموجوده في مصر، وهو زي ما قلت لكم قصر البارون الموجود في حي من اعرق وافخم احياء العاصمه على الطريق الرئيسي اللي بيودي لمطار القاهره الدولي. عمر القصر أكتر من 100 سنة ومساحته أكتر من 12,000 متر مربع. بيعتبر رائعة معمارية ونموذج جذاب للمباني الفخمة والقصور الراقية. القصر معروف عنه أنه اسمه القصر الهندي، وده لأن شكل المعمار ليه كان مستوحى من المعمار الهندي. قصة القصر بدأت مع وصول الرحالة والمليونير البلجيكي البارون إمبان لما وصل مصر في نهاية القرن ال19، وقرر بعدها أنه ينقل إقامته هنا، وبعدها بدأ فوراً أنه يدور على مكان يسكن فيه. بعد شوية المليونير البلجيكي كان أخذ قرار أنه هيبني حي سكني كامل في شرق القاهرة اتسمى هيليوبوليس، وعلشان يضمن أن الحي الجديد ده يجذب الناس عمل خط مترو بيربط ما بين المدينة الجديدة بالقاهرة. وفي قلب الحي الجديد بنى المليونير البلجيكي قصر البارون، وطلب من المصمم الفرنسي ألكسندر مارسيل إنه ينفذ التصميم المعماري ليه، وفعلا تم إنشاء القصر على الطراز المعماري الهندي. واستوحى ألكسندر مارسيل فكرة التصميم من معبد إنكروات الموجود في دولة كمبوديا، وقرر أن التصميم يكون مميز جدا بحيث أن القصر ما تغيبش عنه الشمس إطلاقا وتدخل كل غرفه. قصر البارون بيتكون من دورين، الأول عبارة عن صالة كبيرة و3 غرف، 2 منهم للضيافة والثالثة للعب البلياردو، والدور الثاني متكون من 4 غرف للنوم. أما البدروم أو السرداب زي ما بيقولوا فكان فيه المطبخ وغرف الخدم. القصر فيه برج كان بيدور على قاعدة متحركة دورة كاملة كل ساعة. داخل القصر كان عبارة عن متحف فيه مجموعة تحف وتماثيل من الذهب والبلاتين طلبها البارون إمبان مخصوص من الهند، بالإضافة لتماثيل تانية على الطراز الأوروبي مصنوعة من الرخام الأبيض. وبعد وفاة المليونير البلجيكي عاشق بلدنا سنة 1929 اتعرض القصر للإهمال بسبب غياب صاحبه، وفضل سنين كتير مقفول. بعد كده الحكومة المصرية عملت اتفاق مع ورثة المليونير البلجيكي، قالوا إن الدولة هتشتري القصر مقابل إن هم يدوهم قطعة أرض بديلة مناسبة للمشاريع الاستثمارية. وبكده انضم القصر لوزارة السياحة والآثار المصرية. بعدها القصر برضو فضل مقفول لفترة طويلة من الوقت وما بيتفتحش إلا مرات قليلة، يعني مثلا لتصوير أعمال سينمائية زي فيلم الهارب أو فيلم آسف على الإزعاج. وفي سنة 2019 حصل اتفاق ما بين مصر وبلجيكا لتطوير القصر، وتحطت خطة بتكلفة كبيرة علشان يتم ترميمه وتحويله لأثر يقدر أي زائر إن هو يدخله. وطبعا زي ما بقول لكم النهاردة هو مفتوح لزيارة كل المصريين والأجانب. تهيألي في فترة الصيف والأجازات الحلوة دي ما ينفعش نفوت قصر البارون غير لما ندخل ونشوف تفاصيله ونشوف التحفة المعمارية دي، فأنصحكم إنكم تروحوا وتعملوا له زيارة. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، ودلوقتي هنتكلم عن العملات المصرية. العملات المصرية على مدار التاريخ فهي ليها تصميمات مختلفة وفيها روح أثرية حلوة جدا، لكل عملة حكاية مختلفة. هنعرف الحكايات دي كلها مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة في استوديو عيش سعيد، المرشد السياحي والأثري محمد بدران. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. عايزة أعرف من البداية كده، بداية العملة المصرية، صك العملة بدأ إزاي والتاريخ اللي وصلنا لعملتنا اللي موجودة دلوقتي. فأول عملة مصرية ظهرت كانت إيه، وصولا بقى بالتاريخ اللي إحنا عدينا بيه ده كله. هنتكلم عن عملة أكيد بعد كده. شكرا على الاستضافة، موضوع شيق وجميل، ممتع إن إحنا نوري الناس أو نعرف الناس بجزء من التاريخ مصر من خلال الآثار اللي مرسومة على العملات اللي احنا بنتعامل تقريبا بيها كل يوم، يوميا كل الناس في ايديها دايما طول الوقت. أكيد بنعرف بس اسم الأثر، لو حد بيبص على الأثر بيقدر يميز أبو الهول، أي صورة من صور الملوك أو الآثار المصرية سواء الوجه الإسلامي أو الوجه المصري القديم. ففرصة سعيدة إن احنا نعرف الناس جزء من تاريخنا العظيم المرسوم والمنعكس وبنعكس حضارتنا على عملاتنا الورقية. لو رجعنا شويه بالتاريخ لتاريخ العمله في مصر، يعني طول فتره المصري القديم، طول فتره الدوله القديمه والدوله الحديثه والدوله الثلاث دول اللي مروا في تاريخ مصر القديم والعصر الذهبي لمصر في فتره مصر القديمه، كان بيعتمد المصري القديم على تبديل البضائع اللي بنسميه المقايضه. يعني ما كانش موجود فكره وجود عمله ذو قيمة بيتعامل بيها الناس في الفترة دي. أنا معايا رز، حضرتك معاك نوع تاني من خضار فاكهة، هيتعاملوا بنفس فكرة التقايض للبضايع نفسها. بالزبط. أول صك للعملات في مصر، أول عملة ظهرت في الأسرة 30، وإحنا بنتكلم في آخر أسرة حكمت في مصر القديمة مع بداية وصول اليونانيين إلى مصر، وده كان في عصر ملك اسمه تاخوس. وكانت عمله دلوقتي موجود منها اللي موجودين المتاحين دلوقتي اللي فضلوا لغايه دلوقتي هم 20 عمله مصريه قديمه من اول فتره صك للعمله المصريه تاثرا باليونان. دول اثار طبعا موجودين في متاحف منتشرين حول متاحف العالم. ودي كانت اول معرفه مصر بالعملات في صورتها المعدنيه. بعد كده تم الصك في فترة البطالمة وفترة اليونان، ومرورا بكل تاريخ مصر الحديث العملات كانت بتصك بصيغة معدنية، سواء بقى برونز سواء ذهب سواء فضة في الفترة القديمة. إنما معرفة المصري القديم كانت من أول أسرة 30. نبتدي بأول عملة، وهي طبعا عملة كلنا بنفتكرها زمان بالعيدية، لأن طبعاً كان الرقم ده ليه شنة ورنة وكلنا كنا بنفرح بيه، ولو كان كمان لسه الورقة جديدة طبعاً كانت بتبقى قصة وحكاية تانية. ال 25 قرش أو الربع جنيه المصري، وطبعا عليه مسجد السيدة عائشة، فده الجانب الإسلامي بتاعه. فعايزة أعرف شوية عن التصميم وعن التفاصيل الموجودة فيه. بداية تحول مصر للعملات الورقية، طبعا حضرتك بتتكلمي عن ال 25 قرش أو الربع جنيه القديم فترة السبعينيات والثمانينيات. احنا ابتدينا نتحول إلى العملات الورقية بداية من 1898، 1899 بالظبط البنك الأهلي المصري أصدر أول عملة ورقية كان الجنيه المصري. أوكي. بعد كده في خلال فترة كان حجمه وشكله وكل حاجة مختلفة، تفاصيله مختلفة عن الجنيه اللي احنا نعرفه. كان أكبر شوية، يمكن كان الجنيه المصري الأول جنيه أصدر سنة 1899 كان تقريبا في مقاس ال 200 جنيه حاليا، كان أوكي الى حد ما اكبر، وكانت هو اول اصدار لعمله ورقيه مصريه في مقابل او في غطاء نقدي، يعني ان هو بيعترف به من الحكومه ان هو مقابل لما هو الجنيه الذهب اللي اتعرف في مصر في اول 1834 عصر محمد علي. ابتدينا صك اول جنيه مصري، وبعد كده ابتدينا نصك الاقل منه قيمه، يعني هو كان يساوي الجنيه الورقي، كان يساوي الجنيه الذهب بالظبط كده. كان القيمه النقديه للجنيه المصري كانت جنيه ذهب. وبعد كده تم طباعه الاوراق الاقل قيمه، الربع جنيه والنص جنيه، وبعد كده قياسا زي ما هنمشي بالتدرج 5 جنيه و10 جنيه و100 جنيه. فالربع جنيه على الوجه الاول للربع جنيه المصري بيظهر مسجد السيده عائشه. طبعا مسجد السيده عائشه هو مسجد كلنا نعرفه، كل اللي ساكن في القاهره، هو مسجد ذو قيمه اثريه وذو قيمه روحيه بالنسبه للمصريين. جزء من المساجد حيث دفن جزء من آل البيت في مصر. المسجد حكايته ان هو كان هو بيحمل السيده عائشه، اللي هو بيحمل اسمها، هي احد احفاد سيدنا الحسين بن علي. هي جاءت الى مصر ودفنت في مصر في مقام صغير، احنا بنتكلم في القرن الثامن الميلادي. وبعد كده تحول قبرها او تم اضافه الى قبرها في عصر صلاح الدين الايوبي، بنى مدرسه جنب مقام السيده عائشه، وتحول بعد كده لبناء مسجد في الفتره دي. وتم بناء هذا المسجد في اواخر القرن ال 18 1762 تقريبا على يد الامير العثماني عبد الرحمن كدخودا. بعد كده تم هدم المسجد وتجديده بالكامل سنه 1972. فهو مسجد من المساجد المحببه على قلوب المصريين، سواء مسجد السيده عائشه، مسجد السيده زينب، مسجد السيده نفيسه، اللي هم مقام اهل البيت. فده جامع من الجوامع اللي تحمل قيمه روحيه واثريه مهمه بالنسبه للمصريين. الجنيه المصري، وطبعا مش ده اول اصدار للجنيه المصري، ده اصدار حديث شويه نوعا ما، وكلنا متعارف على الشكل بتاعه، متعارف لينا، غير طبعا الجنيه دلوقتي المعدني. فده شكل برضو كان معروف ومتداول لحد ايامنا دي. فممكن نشوف بقى، يعني احنا عندنا التصميم الاثري والتصميم الاسلامي. قبل ما نروح للجنيه ونشرح التصميمين، عايزه اعرف ايه فكره ان احنا يبقى عندنا لازم ناحيه اثريه وناحيه اسلاميه؟ طبعا ده بيمثل فخر لينا، هو كم الانتاج التراثي والبشري اللي انتجته الحضاره المصريه. يعني احنا محتاجين نعمل عملات كتير جدا عشان نقدر نبرز كل اللي عندنا، لان احنا عندنا طبعا ثراء ثقافي واثري كبير جدا. طبعا من 3000 ما قبل الميلاد لغايه، احنا بنتكلم في 5000 سنه حضاره وانتاج بشري اثري ثقافي رهيب. يعني دايما بنحس بالفخر لما نلاقي ان وجهين العمله بيحملوا الثقافتين او الحضارتين المهمين في تاريخ مصر. الحضاره المصريه القديمه ممثله في واجهه معبد ابو سمبل العظيم، والحضاره الاسلاميه في واجهه جامع قايتباي بالقرافه المماليك. ودي كانت الفكره. الفكره هو بالمحاوله ان انا اقدر ابرز الكم الاكثر او الكم الاكبر من انتاج الثقافه الحضاريه. وجهين، انا دايما عندي الحضاره المصريه القديمه، لما بنيجي نعرف مصر دايما نقول لك مصر الفرعونيه او مصر القديمه، معروفين اكتر بالمصر القديمه. بس طبعا يعني احنا انتاجنا سواء الانتاج الاسلامي او القبطي او اليوناني الروماني كثيف، لدرجه ان احنا بنحط وجهه اسلامي وواجهه مصريه قديمه. نتكلم شويه على معبد ابو سمبل. طبعا ابو سمبل من اروع المعابد طبعا، طبعا من اعظم واروع المعابد المصريه القديمه. بينتمي لفتره الملك رمسيس الثاني، بنتكلم في القرن 12 قبل الميلاد، اسره 19. من اعظم المعابد المنحوته اللي اتعملت في مدينه ابو سمبل، جنوب اقصى جنوب مصر. يعني كم المجهود اللي بنعمله عشان نقدر نروح لغايه معبد ابو سمبل، بس من عظمته هو دايما بيتحط في كل البرامج السياحيه. معبد منحوت من الصخر، بيمثل عظمه المهندس المعماري المصري انه يقدر ينحت معبد بارتفاع اكتر من 33 متر باربع تماثيل عظيمه مصنوعه. مش التماثيل مش متصنعه ومحطوطه، هي محفوره دايركت في الصخر. طبعا هو في معبد ابو سمبل تاريخه بيحمل جزء كبير جدا من التحدي للدوره المصريه في فتره الستينيات. تم فك ونقل المعبد بالكامل مع بدايه نقل السد العالي وتحويل مجرى النيل سنه 64، وتم تفكيك المعبد كله، المعبد الكبير والمعبد الصغير اللي هو معبد زوجة رمسيس الثاني الملكة نفرتاري، وتم نقله لارتفاع أكثر من 65 متر عشان نقدر نحافظ عليه. طبعا من المعابد الرائعة الجزء الثاني من الوجه الجزء الإسلامي. الجزء الإسلامي هو جامع من أروع الجوامع المصرية القديمة، هو مسجد قايتباي. مسجد قايتباي هو واحد من المساجد الجميلة الرائعة اللي متحافظ عليها من العصر المملوكي. العصر المملوكي بنبتدي سنة 1250 ل 1517. هم اكتر من 200 سنه هم اللي حكمت فيها. مين اللي بنى المسجد؟ قايتباي هو واحد من السلاطين. السلطان قايتباي هو واحد من السلاطين العظام اللي تركونا اكثر من اثر في القاهره. وقايتباي طبعا هو صاحب القلعه اللي موجوده في اسكندريه، تمثل جزء من العماره الحربيه في فتره المماليك، في فتره مواجهات الحروب الصليبيه، حمله الصليبيه على مصر. وكان الجامع مبني جوه اللي احنا بنسميه دلوقتي القرافه، على يميننا في وش الدراسه، هو واحد من اعظم الجوامع المملوكيه. وهنيجي نتكلم على جامع مملوكي تاني على موجود على عمله من العملات. هي اعظم انتاج معماري في الفتره الاسلاميه في مصر كانت عصر المماليك، بنسميهم المماليك الجراكسه والمماليك البحريه، عباره عن تقسيمتين لاسرتين حكموا في خلال من 1250 ل 1517. الجامع موجود لحد دلوقتي؟ الجامع موجود وبيتزار في كل البرامج السياحيه. واللطيف في الجامع هو دايما في العصور الاسلاميه كان الجامع المبنى لا يخصص فقط للصلاه، كان يلحق بالجامع سبيل الميه، اللي هو اي حد بيعدي يقدر يلاقي ميه بارده يشربها في مشواره جوه المدينه. كتاب طبعا، وفائده الكتاب الكتاتيب كانت بتقوم بدور المدارس ساعتها. في جوامع كتيره كان بيرحق بيها، زي البيمارستان. بيمارستان كان معناها المستشفى، زي قلاوون في شارع المعز. كان بيلحق بتكيه لاطعام الفقراء والمساكين. فكان ده كان من واحد من المجموعات الاثريه المهمه اللي فيها التداخل ما بين العناصر المعماريه المختلفه. حلو قوي. ندخل على الخمسة جنيه وهي برضو ليها وجهين مختلفين، وخلينا نتكلم على الوجه الإسلامي اللي موجود على الخمسة جنيه ونحكي أكتر عن المسجد. جامع ابن طولون. جامع ابن طولون هو من أكبر الجوامع. يعني دايما بنستغل الفرصة نقول للناس روحوا اتفرجوا على عظمة وتاريخ بلدنا. جامع ابن طولون موجود في حتة اسمها قلعة الكبش جنب السيدة زينب، وهو جامع يعتبر ثالث أقدم جامع أقيم في مصر. طبعا أول جامع أقيم في مصر مع الفتح الإسلامي هو جامع عمرو بن العاص. طبعا ده اللي موجود في مصر القديمة. بعد كده كان في جامع اسمه جامع العسكر، بني في الجزء اللي بني في مدينة العسكر في بدايات إنشاء العاصمة المصرية. وبعد كده جامع ابن طولون. جامع ابن طولون عايزين نعرف اهم الاحداث التاريخيه اللي عدت على جامع. هو جامع عظيم، وطبعا مميز بالمأذنه، والمأذنه مرتبطه زي ما حضرتك بتقولي بحدث تاريخي في فتره المماليك. الجامع احنا بنتكلم ان هو من عصر الدوله الطولونيه، اقامه احمد ابن طولون حاكم مصر في الدوله الطولونيه، بنتكلم في القرن التاسع الميلادي. بس بعد كده بنتكلم في القرن ال14 حصل ان دايما فتره المماليك كانت فتره صراعات ما بين المماليك وبعضهم البعض. يعني كان دايما بيبقى في مؤامرات ودسائس، وده يحاول يقتل ده. فكان واحده من المؤامرات كانت على امير مملوكي اسمه حسام الدين لاجين. حسام لاجين نجا من المؤامره لانه كان مستخبي في جامع ابن طولون، ونظر ان هو لو نجا من المؤامره انه هيبني ويعمر الجامع. وقد كان نجا من المؤامره ومحدش قتله، وبنى المأذنه الجميله دي. هي هي المأذنة وحيدة في مصر بهذا الشكل، إن هي مأذنة ملتوية، بنسميها ستايل مأذنة سمراء من العراق. وبنى المأذنة وعمر الجامع، وده كان ارتباط بحدث تاريخي مهم في عصر المماليك. الجامع من أكبر الجوامع ومن أروع الجوامع المصرية القديمة. الوجه الثاني الأثري للخمسة جنيه وده برضو الإله حابي. مظبوط. فعايزين نعرف قصته لكل اللي مش عارفين القصة. ليه تم اختياره للخمسة جنيه؟ بالظبط. حابي هو النيل، والنيل هو الخير، والنيل هو مصر. ودايما كان يقولوا مصر هبة النيل، دي كانت مقولة من المقولات المشهورة لهيرودوت طبعا. وحابي هو أو حابي زي ما بيتكتب اسمه بالهيروغليفي، هو إله تمثيل لإله النيل عند المصريين القدماء. بما للنيل من فضل في حياة مصر وفي تاريخ مصر وفي حضارتها ووعي المصري القديم بقيمة النيل في حياته، مثل الإله النيل بنبات البردي واللوتس على ظهره، ودايما بيبقى شايل مائدة قرابين بتحمل فيها مياه النيل. مياه النيل كان الحياة لمصر. دايما كان نتكلم لما يبقى فيه نيل وفي فترة فيضان، هو فترة ازدهار. فترة عدم فيضان النيل كانت بتعني للمصر القديم فترة جوع، فترة حرص على الأكل، فترة جفاف. فكان دايما بيقدس النيل ويقدس الإله حابي كواحد من أهم الآلهة المصرية القديمة. عشان كده ظهر لنا على الخمسة جنيه، وتحت منه هنلاقي في تمثيل للماشية وفي للزرع، ضرير على الخير، على النماء الخير والخير بالنسبة الخير اللي بيحمله النيل لمصر. بالظبط. هندخل بقى على العملة اللي بعد كده اللي ليها زي ما هنقول ليها شكل قديم وشكل جديد وشكل اقدم من ده كمان. احنا طبعا عدينا في ال10 جنيه بثلاث مراحل. تمام. عندنا شكل حضرناه وكنا معاصرينه مش من زمن بعيد، وبعدين الشكل ده اللي ظهر في فتره كبيره تمانينات تسعينات لحد من قريب يعني من سنه او سنتين. تمام. لحد الشكل الجديد. كل دي مراحل لل10 جنيه. عايزه من رايك كده اي مرحله فيهم شايفها اكتر حاجه كانت مميزه او تصميم مميز؟ هو يمكن ال10 جنيه ارتبطت بجيلنا، ال10 جنيه اللي هي جيل السبعينات الثمانينات ارتبط بال10 جنيه دي اكتر من اكتر اللي قبلها. بنتكلم من نفسيه اللي قبلها السبعينات الثمانينات حضروا برضه اللي قبلها. يعني اكيد هم بيرتبطوا اكتر بال10 جنيه، بس ال10 جنيه دي من اروع التصاميم اللي حصلت وبتحمل اثر من الاثار المهمه في مصر. في ميدان القلعه عندنا جامعين، هنتكلم على جامع منهم بعد كده على عمله ثانيه، وده ده مسجد الرفاعي. جامع الرفاعي مسجد الرفاعي او جامع الرفاعي هو من الجوامع الحديثه نسبيا. يعني دايما لما بنروح ناحيه الجامع هو مواجه لجامع السلطان حسن، ولو دخلنا هم معمولين بنفس الستايل حديثه يعني في اي فتره. ده احنا بنتكلم تم افتتاحه في 1912، يعني الجامع يكاد يكون 100 سنه وشويه. بنيته او شرعت في بنائه خشيار هانم كانت ام الخديوي اسماعيل، وكان التحدي بالنسبه لها ان هي تبني مسجد جنب مجاور للمسجد العظمه دايما بنسميه اللي هنتكلم عليه بعدين جامع السلطان حسن. فكانت التحدي بالنسبه لها انها تعمل حاجه على نفس مستوى الجامع السلطان حسن. توقف البناء. عايز اقول لحضرتك ان احنا بنتكلم في بدايه الانشاء سنه 1869، تم الانتهاء من الجامع في 1912، فاحنا بنتكلم من اكتر من 40 سنه للجامع. الجامع مميز بعمارته، مميز بوجود المقابر الملكيه. كل الأسرة محمد علي إسماعيل وزوجاته، كل السلاطين وملوك مصر مدفونين هناك في قبر جميل بيمثل شاه إيران برضو من 1980 جوه القصر، وواحد من الستايلات المعمارية المميزة. ندخل على المسجد اللي موجود على ال 100 جنيه بالظبط كده. ده من اروع المساجد. ده احنا بنتكلم دايما الاثريين بنسمي جامع ومدرسه السلطان حسن، بيقولوا عليه دره العماره الاسلاميه، بنسميه هرم العماره الاسلاميه. هو جامع تم الشروع في بنائه سنه 1356. السلطان حسن هو ابن الناصر ابن محمد ابن قلاوون، سليل ملك وسلطان تركوا بصمه في العماره الاسلاميه، سواء الناصر محمد ابن قلاوون بالجامع الجميل بتاعه جوه القلعه، او ابوه مجموعه سلطان قلاوون في شارع المعز. من المجاميع المميزه، وكان بيقوم بدور الجامع والمدرسه. الجامع كان عباره عن صحن فيه 4 ايوان او 4 ايوان مقابلين للصحن بيتم فيهم تدريس المذاهب ال4. يعني كانت المدرسه هي مدرسه قرانيه كان بيمثل فيها المذاهب ال4، عشان كده كانوا بيعملوا زي صحن او كورت يارد مفتوح واربع ايوانات بتطل على الصحن، وكان بيتم تدريس 4 من المذاهب الاسلاميه جوه الجامع. طبعا ملحق به القبه العظيمه دي كانت مدفن للسلطان حسن. للاسف ان هو خلال الصراعات ما بينه وما بين المماليك هو قتل في صحراء القاهره ولم يستدل على جثته، وفضلت القبه العظيمه موجودة من غير ما يدفن حد فيها، بس روعتها هي المدرسة. طبعا الوجه الأثري، الوجه الثاني لل100 جنيه وطبعا أبو الهول غني عن التعريف. طبعا أشهر، بس الديزاين برضو يعني رائع، والألوان طبعا يعني ال100 جنيه من يوم الديزاين طلع وهي شكلها مميز. هو الحقيقة حتى احنا لو بعدنا عن صورة الأثر، لو دققنا شوية في شكل الاطار في الجنيه او في ال10 جنيه او في ال20 جنيه، هنلاقي كل الموتيفات او كل التصاميم اللي موجوده حوالين الاطار ومتعشقه بالوان رائعه مع الصوره الاصليه، هي كلها مستوحاه من المصري القديم. هنلاقي زهور اللوتس، هنلاقي زهور البردي، هنلاقي كتابات هيروغليفيه. هنقف عند واحده من الكتابات حابب قوي اشرحها لانها من الروعه، معناها رائع جدا. فالتصاميم طبعا التصميم بتاع ال100 جنيه يحمل الاشهر في الاثار المصريه القديمه. تمثال ابو الهول المجاور لاهرامات الجيزه، احنا بنتكلم على الاسره الرابعه، وتمثال ابو الهول اللي تم نحته في جبل الجيزه او في هضبه الجيزه بعد الانتهاء من الهرم الثاني، باعتقاد الاكبر ان هو ينتمي للملك خفرع، وتم حفره دايركت في المحجر، وعباره عن تمثال 72 متر بيحمل جسم الاسد اللي هو برمز القوه بيعكس رمز القوه للملك، والراس البشريه اللي تعكس رمز الذكاء البشري. هو كان إله مثل في البداية كأنه هو كان كعبارة عن تمثيل للملك نفسه. بعد كده تم دمجه مع حور أختي. حور أختي هو صور من صورة الإله حورس متحد مع الشمس. وتم بناء معبد صغير لأبل هول، إنما تم تقديس أبل هول بعد خفرع، وكان بيعتبر كإله مصري قديم من إلهة الشمس اللي هو حور أختي. ندخل بقى على 20 جنيه، وطبعا قلعة صلاح الدين اللي ما كملتش لحد وفاته، فنتكلم عنها شويه وعن القلعه وعن الاثر نفسه وديزاين ال 20 جنيه من اروع التصاميم الحقيقه. اللون الاخضر الجميل بتدرجاته والازرق، وبعدين هو واخد موتيفه جميله من مصر القديمه اللي اسمها الطبق النجمي. احنا لما بندخل اي اثر من الاثار الاسلاميه، اي مسجد، بنلاقي المنبر اللي هو بيصعد عليه الامام، هنلاقي موتيفه منتشره دايما سواء على البيبان او المنبر، هو عباره عن تعشيق خشب بشكل الباب النجمي معروفه لكل المصريين. وهو خد الطبق النجمي وعمل بيه الموتيفه بتاعه التصاميم على يمين وشمال القلعه. طبعا اللي باين من القلعه هو جامع محمد علي، هو اثر بينتمي لسنه 1830، بناه محمد علي باشا في الفتره دي، وبناه جوه قلعه صلاح الدين. الجامع من الجوامع الحديثه نسبيا، ومن الجوامع اللي بتحمل هو وجامع سليمان الخادم جوه القلعه واحد من التصاميم المختلفة عن المصري. هو تصميم عثماني بحت، يعني لما لو رحنا اسطنبول هنلاقي ان اكتر تصميم منتشر هو التصميم العثماني. المأذنتين اللي شبه القلم الرصاص هو جامع محمد علي. ظاهر برضو على 20 جنيه الجديده. التصميم اللي 20 جنيه الجديده فيها نفس القلعه طبعا، بس اختلف الاثر الفرعوني. صح، الاثر الفرعوني طبعا. ابتدينا ناخد بالنا ان احنا نحط شويه الجريكو رومان او فتره البطلميه والروماني. بتظهر تمثيل من احد النقوش اللي بتمثل كيلوباترا او واحده من يعني يعتبر كيلوباترا، لان احنا دايما بنقول كيلوباترا هي كيلوباترا السبعه. هي أشهر ملكات مصر في العصر البطلمي، وكيلوباترا السبعة هي كانت آخر ملوك مصر في العصر البطلمي، اللي بعد وفاة كيلوباترا سنة 30 ميلادية هيتم غزو مصر بالرومان. هيجوا مصر وتتحول مصر إلى ولاية رومانية لأكثر من 7 سنين، من سنة 30 ميلادية لغاية سنة 640 مع قدوم عمرو بن العاص والفتح الإسلامي. 50 جنيه، وألوانها مميزة برضو، داخل فيها الأحمر وداخل فيها الأزرق، وحاسة إن هو هنا الأثر في المعبد، وفي كمان السفينة دي، أكيد ده رمز وده رمز. هقول لحضرتك يمكن كمان تاخدي ناحية اليمين شوية إلى حد ما اللون الأزرق اللي مش باين هناخدها من اليمين للشمال بالظبط كده. الجعران هو رمز من الرموز القديمة المصرية القديمة، اللي بيمثل واحد من معبودات المصري القديم اللي هو إله الشمس أو يسموه خبر، اللي هو عبارة عن جعران مجنح وبيقوم بيدفع الشمس ناحية الشروق. هو واحد من الرموز المصرية القديمة، هنلاقيها موجود كتير جدا في المقابر. كل المقابر القديمة في وادي الملوك فيها الجعران. هنروح للأثر نفسه. اللون الأحمر هو معبد من أعظم المعابد الجميلة تم العصر البطلمي، هو معبد فيلة في أسوان. هو برضو من المعابد اللي تم تفكيكها في السبعينيات مع بناء السد العالي، ويعتبر واحد من أعظم المعابد ومن أجمل المعابد ومن أكمل المعابد. المعبد فيلة ومعبد إدفو هما معبدين بينتموا للقرن الثالث ما قبل الميلاد في فترة العصر البطلمي، وكان مخصص لعبادة الإله إزيس. طب الإله حورس كان إيه أهميته في مصر القديمة؟ حورس هو كان بيمثل جزء من ثالوث مصري قديم، إزيس وأوزوريس وحورس. وحورس كان إله من الآلهة المهمة جدا في الديانة المصرية القديمة، وكان بيمثل الفرعون وهو حي كحورس. وحورس كان من الآلهة الحامية المهمة في مصر، وتم بناء معبد إدفو واحد من أجمل المعابد مخصص لعبادة الإله حورس في مدينة إدفو في أسوان. 200 جنيه الكاتب الجالس، ودي برضو ليها قصة في مصر القديمة أو في الآثار المصرية، قصة ورمزية. يعني طبعا هو وجود صورة الكاتب، يعني احنا دايما بنتعود نحط صورة ملك زي حتشبسوت أو أبو الهول اللي بيمثل خفرع، إنما وجود الكاتب المصري هو يعني لفتة جميلة من المصمم لرمزية العلم والكتابة في مصر القديمة. طبعا الكاتب هو تمثال عثر عليه في سقارة، ارتفاعه 48 سم تقريبا، احنا بنتكلم في 2500 قبل الميلاد. ده من الأسرة الخامسة، واللي وعثر عليه في أحد مقابر سقار. رمزية وضع الكاتب بتمثل أهمية الكاتب المصري القديم، أهمية العلم، إزاي المعابد كانت مكان للعبادة والتعليم. نفس فكرة المساجد، لما قلت المساجد بترتبط دايما بإلحاق الكتاب بيها، هو الكاتب المصري القديم من التماثيل اللي حافظت على ألوانها موجود في المتحف المصري القديم. ومن أروع هو قاعد جالس وماسك البردي في إيده وبيكتب. اللطيف اللي انا لسه كنت بقول لحضرتك عليه هو وجود الخرطوش ده، الخرطوش اللي مكتوب عليه دي اللغه الفرعونيه، مكتوب ايه ده؟ خط هيروغليفي، من خط واحد من الثلاث خطوط اللي اتكتب بيهم اللغه المصريه القديمه. اللطيف لو ابتدينا من الشمال لليمين احنا بنقرا الهيروغليفي على حسب اتجاه الطيور. انا عندي مكتوب حتب بوكمت، وده لطيف. يعني انا لو لقيت اخر جمله اللي موجود فيها اللي زي الدايره واللي فوقها مربع نص دايره ابيض دي كمت. واللطيف ان احنا دايما بنقول يعني مصر كان اسمها مصر ايام الفراعنه، كمت هو احد الاسماء اللي كانت بتمثل اسم مصر القديم. مصر ايام في اللغه المصريه القديمه كان اسمها كمت، وكمت معناها الارض السوداء. ده كنايه عن الارض النيل، الارض الطمي النيل اللي بيجي دايما مع النيل، الجزء الاسمر من مصر، فكان اسمها الارض السوداء. فاللطيف في الخرطوش ده او في الكتابه الهيروغليفيه مكتوب حتبو كمت، امنه او سعيده هي مصر. الله. فاللطيف في المعنى نفسه اللي هي سعيده او امنه هي مصر. ده ان شاء الله دايما امنه ودايما كل شعبها سعيد. والعملات لو اتكلمنا عن التفاصيل بتاعه الاثار المصريه او حتى الاماكن الاثريه الدينيه مش هنخلص، زي ما حضرتك طبعا قلت في الاول ان احنا عندنا ثراء كبير من الاثار سواء الفرعونيه او الاسلاميه. حضرتك نورتنا، وان شاء الله نورنا في حلقات ثانيه ونتكلم اكتر عن اثارنا المصريه اللي كلنا بنفتخر بيها. ضيفنا المرشد السياحي والأثري محمد بدران، شكرا لحضرتك. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. بروبورشنز، العب في اشكالهم ومقاساتهم، كل الحاجات دي بتغير من شكل البيت. طب خلينا نتكلم الاول على، في ناس بتقولك في الوان باليت تخص الشتاء وباليت ثانيه تخص الصيف، فممكن انا مثلا اكون في بيتي عامله ستاير للشتاء مع رانرز مع كوشنز معينه بحاجات فير مثلا اللي هي الفرو اللي كان طالع موضه ده، اعملهم ده مود للشتاء، وفي الصيف ارجع بقى احط حاجات ثانيه كولرفول، حاجات بقى بينك والوان شويه فيها روح الصيف بالستاير بالرانرز بالكوشنز بكل حاجه. طبعا ما هو ده بيغير الفايبس بتاعه البيت. انا مثلا في الشتاء بيبقى عندي الوان على بنيات على بيجات غامقه على زيتي، الالوان اللي هي بتحسسني بالدفى بتاع البيت، احط سو اوت صوف، احط العب بالماتيريال بتاعه الكوشن زي ما حضرتك قلتي، فرو صوف، حاجات على شكل بامبكن في الخريف، يعني كل الفايبس دي بتخليني احس لا احنا خلاص بقينا في مود الشتاء، خلاص انا حاسه في الصيف بقى لا احنا عايزين نشوف الوان، هو الجو حر اصلا فعايزين ننفتح على الحياه يعني، فنشوف الوان. برضو الصيف له الفايبس بتاعته، له حتى الموتيفات بتاعته، هحط بقى حاجات تركواز مثلا، بينك تركواز واصفر واليلو، البينك البيتش بينك طالع طبعا حلو جدا، الماتشنج بقى بتاع الالوان، ماتشنج الالوان هو اللي بيحسسني بالفايب اللي انا عايزه اعيشه. طب نبتدي هنا، طبعا قلتي لي معلومه كده قبل ما ندخل الهوا ان كل الديكورات دي محطوطه على نفس الكنبه بالزبط. يعني نفس الكنبه دي انا حولتها كل شويه هحولها لمود مختلف برانرز بكوشنز بالوان مختلفه، وارجع كمان شويه انا زهقت لا هحولها للون تاني. انت كده ممكن تحطي لها كفر كمان، انت مغيراها من البيج للاسود بكفر ده دارك جراي وكنبه ثانيه بيج. فعشان احنا عايزين هدف البراند ان احنا نعرف الناس لا انا بعرف اغير في البيت من غير ما اغير الكنبه، من غير ما اغير اي حاجه خالص. كده بيربل شويه دي كل، ودي هنا بزيتي، كل سد بتتحط بتغير من مود المكان خالص. اوكي يعني هنا بدرجات اخضر وبستاج اصفر، قبل كده كانت ازرق، قبل كده كانت موف، انا كل يوم بعرف احط حاجه اغير بيها شكل المكان خالص، وانا محافظه على الستاره، محافظه على الكنبه، محافظه على الترابيزه، محافظه على السجاده، هي نفس كل حاجه، بس هما انا بلعب في بيج كلهم تون اللون واحد، وانا بغير بقى هو اللي بيغير ايه شكل الكوشنز السته اللي انا بحطها. طيب انا دلوقتي مش مهندسه ديكور وممكن يبقى عندي سنس اختيار باليت الالوان، او ممكن ما يبقاش عندي السنس ده بالضبط. لان احنا مختلفين، مش كل الناس تعرف تختار بالتفاصيل دي. فانا منين اعرف ان البيربل بيليق مع الازرق، بيليق مع الاحمر، على بيج، على كنبه جراي؟ يعني انت عامله ماتشنج برضو الالوان، يمكن احنا في مخيلتنا ما نقولش ان هم يليقوا على بعض، بس في الاخر التوتل لا هي حلوه. طيب انا منين اجمع باليت او اعرف ان اللون ده لايق مع اللون ده عشان اختار الكوشن؟ لو انا بفكر لوحدي مفيش حد بيساعدني، مفيش مهندس ديكور هيساعدني، انا اتفرج كتير، اعمل لعيني تغذيه بصريه، اشوف، افتح على النت ادور ايه مثلا بنترست طبعا يعني ادور ايه الباليتس اللي بتليق مع بعضها، اشوف الصور. بس انا مثلا لما هفتح بنترست وهتشوف الصوره حلوه قوي، الصوره دي انا هعملها في بيتي، بس اجي اعملها في بيتي احس ان هي ناقصها حاجه. ايه الحاجه بقى اللي هي ناقصها؟ انا ما باخدش الصوره كامله، يعني خدت مثلا شكل الكنبه وخدت لون الحيطه وخدت كل ده، بس ما خدتش بقى الاكسسوارز، ما خدتش شكل الكوشنز اللي محطوطه، ما خدتش بقيه باليت الالوان كلها. ممكن مدخل الاضاءه نفسه يكون هو اللي مغير لي الصوره كامله، ويغير لي اللون. ما عنديش مثلا ما عنديش نفس الشباك بنترست، طبعا الشبابيك كبيره وازاز وفي اخضر داخل، فكل التفاصيل اللي بتبقى في الصوره دي لازم عشان تطلع زي ما هي احققها في الحقيقه. فالتفاصيل الصغيره دي بقى هتيجي منين؟ ان انا اتفرج كتير. انا عجبني الكنبه دي مع السجاده، طب لسه ناقصنا ايه؟ طب هنا في ثرو اوت بيترمى بيرد مثلا على لون درجه في التابلو، هنا فازه صغيره طب عشان تربط لي درجه لون في الكوشنز. انا عايزه مثلا، انا بحب، وبرده الالوان احنا بنعملها في بيتنا الالوان اللي احنا بنحبها. في ناس بتحب بتضايق جدا من الالوان كتير، يعني بتبقى متضايقه، فلو عملت في بيتها الوان كتير لا هتحس ان هي مش مرتاحه. في ناس بتحب لو بيتها كله هادي لون واحد، باليت لون ثابته قوي، لا انا متضايقه انا حاسه بالظبط. فالموضوع موضوع بالانس، قد ما انا بعرف ابص كتير واتفرج كتير واختار الحاجه اللي انا هبقى مرتاحه فيها. غير كده الديكور مش الوان بس، الديكور ستايل. صح. انا مثلا حابه المودرن، حابه الترا مودرن، حابه نيو كلاسيك شويه، حابه اعمل ريسبشن عندي كلاسيك، انا بحب احس ان هو كده موته ما بتروحش وهيكون شيك. فكل الحاجات دي بتفرق في ذوقي انا، وان انا اتفرج كتير. الشكل اللي محطوط كده ان انا برميه، فهو اسمه اصلا ثرو اوت، ان انا برميه كده عشان يدي شكل لذيذ على الكلام. انما لو انا جبت بطانيه هي هتبقى حاسه ان لا دي في حاجه غلط، لا يعني هنا مش مظبوط. في طبعا من غير ذكر براندز كبيره قوي لمحلات اللي بنجيب منها حاجات ديكار بتبقى فيها الحاجات دي، بس كلهم بيبقوا جنب بعض وانت مش عارفه تفرقي هل دي اللي بتطبق وبتتحط في الليفنج عشان لما حد يبقى بردان يتغطى بيها، ولا دي اللي هي بتتحط كشكل ديكور. افرقهم منين؟ اللي بيتحط كشكل بيكون خفيف اعرف اشكله، لان الثرو اوت انا هحطه دلوقتي على الكنبه، ممكن اروله كده واحطه في باسكت جنب جنب الكنبه برده، ممكن افرشه لو انا خايفه مثلا بهدلت الكنبه واقعد عليه، فيبقى ماتيريال خفيفه مريحه اقدر ارميها تبقى سهله ان هي تتشكل معايا. انما الحاجه اللي انا بتغطى بيها لا، هتكون فيها اولا وبرتها عاليه جدا، مش هعرف ان انا اشكلها او ان انا استخدمها ان هي تبقى ديكور. كمان حاجه الديكور بيبقى ليها مثلا تاسلز، بيبقى ليها شكل معين ان هي بتضيف زي ما قلت لحضرتك على الكنبه، انا بحطها عشان تمكس لون، تدي للكنبه شكل كده كوزي، اللي هو انا حطها عشان يبقى شكلها حلو. من الستايلات الجديده والجميله، هي مش جديده قوي بس طبعا دلوقتي بقت منتشره قوي وهي حلوه جدا، بس طبعا انا كسوها شايفاها ان هي ضد الاطفال، يعني ده ستايل ضد الاطفال. اللي متجوزين جديد تمام ممكن تقدروا تعملوها، اللي خلاص ولادهم كبروا يقدروا يعملوا الستايل ده، بس هو ده ستايل ضد الاطفال، ان هو قايم على اللون الابيض. البوهو ستايل، البوهو ستايل قايم على الابيض مع الخشب اللون الفاتح، وحتى الاكسسوارز بتاعته كلها من الحاجات الفاتحه، فعلشان كده انا قلت هو ضد الاطفال. البوهو ستايل قولي لي ايه الالوان اللي نقدر نمكس مع الالوان دي، الابيض والبوهو، ومن امتى والناس بتستعمله ويستعمل فين، وهل ينفع للديلي يوز في بيت عايشين فيه، ولا هو اكتر بيروح للمصايف والشاليهات وغيره؟ لا هو مبدئيا البوهو ستايل ترند جدا، حتى دلوقتي الناس كلها بقت بيوتها شبه بعضها من كتر ما احنا حابين البوهو ستايل وعايزين نستخدمه. البوهو ستايل مش شرط يبقى اوف وايت، مش شرط يبقى ابيض، هو البوهو ستايل ناتشرال اكتر، يعني هو الوان الطبيعه. فانا لو عملت الكنبه عندي بيج فهيبقى بوهو ستايل، لو عملتها كافيه هيبقى بوهو ستايل. انا بميكس بقى معاه ايه؟ البوهو ستايل بيحب قوي ان انا ادخل معاه حاجات من الطبيعه، ادخل معاه حاجات خيوط خيش، ادخل معاه زرع، بيحب جدا. ممكن اعمله في الليفنج، ممكن اعمله في السفره، يعني ليفنج سفره انتري، ده الميكس بتاع البوهو ستايل. بس مش ضد الاطفال قوي، لان انا زي ما قلت لك ممكن هو كله الوان ترابيه، فانا لو عملت حتى بني وزيتي مع بيج ده برده بوهو ستايل. هو فكره البوهو ستايل ان هو هيبقى الخشب باين قوي، بستعمل اخشاب، يعني ظهر الكرسي هيبقى باين، المخدع بتاع الكنبه هيبقى باين، كل الكلام ده البوهو ستايل. طيب انت كل ستايل بتعمليه بتحبي تحطي له اسم معين عشان يبقى ده سات على بعض بالظبط، بتختاري الاسم بناء على ايه، وبتعملي الساتس بتاعتك ازاي؟ هو كل سات بيبقى لها فايبس كده، انا عايزه اوصل للناس ان هي لما تحط السيت ده في بيتها هي هتحس بايه؟ هتحس مثلا براحه، الوان ازرقات كده مع اخضر، فالدنيا هتبقى هاديه قوي، فانا عامله السيت دي لحد بيحب الالوان الهاديه. عايزه بقى سيت فيها الوان كتير وتبقى الفايبس بتاعتها انا بحطها كده لما ابقى فرحانه ومبسوطه وعايزه افرح البيت في العيد مثلا، فانا ببقى عامله السيت دي بالفايبس ده. والانسبيريشن بقى انا مثلا مستوحاها من ايه، الموتيفات اللي انا مستخدماها فيها ايه، فكل الحاجات دي هي بتجيب الاسم، يعني هي اللي بتخلينا نعرف ايه اسمها ايه ممكن يكون. طب نتكلم على الرانرز دي ونعرف انسبايرد باي ايه، الالوان دي كلها هاديه. تمام، الالوان دي فينتج ستايل، اللي هو ميكس الستايل القديم شويه، ان انا لما احس يعني لما اشوفها احس ده متعتقه، عارفه الاحساس ده؟ حتى لو بصينا على الرن كده تحس فيه تاتشات ابيض كانها حاجه قديمه، مع بقى ميكسات الوان ترند، يعني درجه البينك مع الزيتي شويه مع درجه المستردة، الوان هاديه بس في نفس الوقت انا لما ببص لها احس انها مرتاحه ومبهجه مع الصيف. طب الراونر ده انا ممكن استعمله في ايه غير ترابيزه السفره، ترابيزه انتري او الكوفي تيبل يعني؟ ممكن يتحط على الكنب نفسه طبعا، ممكن يتحط على ايد الكنبه، ممكن يتحط على ايد الكنبه، ممكن يتحط كرانر للسرير. احنا كلنا بنروح الفندق بنلاقيهم حاطين رانر كده لشكل السرير، فممكن يتحط على السرير، ممكن يتحط في اي مكان انا عايزه اعمل له ستايلنج. هي الفكره الرانرز والكوشنز اللي انا بحلي بيها المكان، فانا عندي اي مكان في البيت مثلا ممكن بنكت كده جنب الكنبه، فانا احط رانر عليه بشكل معين، فخلاص هو هيغير لي شكل البنكت، فبستخدمه في المكان اللي انا حابه يعني اغير في شكله. طب والرانرز اللي هي بيبقى فيها زي فصوص او مش هيبقى حلو عليه عشان هو مش الستايل بتاعه. بس لو انا عندي ريسبشن كلاسيك، عندي صالون، فانا لو حطيته عليه هيعلي من قيمه ده اللي هو زي ستايل الهندي بالظبط. اه يعني هو ستايلات الهندي شويه ما بقتش موجوده معانا دلوقتي، بقت الرانرز الحرير. يعني هنا مثلا معانا رانر حرير بخيوط حرير بارز، فالرانرز دي برضو بتعمل ميكس اند ماتش كده مع الصالون. الصالون دلوقتي بقى ممكن يكون مطرز، ممكن يكون جبلان، فما يبقاش جبلان وانا هروح اجيب له حاجات كمان متطرزه، فبنفصل يعني بنخلي لون او لونين بس من الوان الصالون وانا بخليهم يردوا على الترابيزه. وانت داخله كده حكيت لك مأساتي بتاعه الالوان، ان انا عملت الوان كتير قوي في بيتي، فدلوقتي بعد سنين كتير حسيت ان الالوان دي مزعجه، وحسيت ان هي كانت مبهره بالنسبه لكل الناس اللي بتدخل البيت لاول مره، بس اللي عايش في البيت بيحس بازعاج وبيحس بالتو ماتش كولرز الموجوده في البيت ده. فعايزه نصايح بقى لكل حد بيبتدي يجهز بيت جديد، ايه الحاجات اللي لازم نمشي عليها ستابس علشان ما نرجعش بعد شويه هو حلو دلوقتي وستايل وفانسي وكل حاجه، بس مع الوقت زهقنا منه، فايه النصايح اللي بتقوليها لكل الناس اللي بتعرف اللي هتبتدي صارت تجهز بيتها جديد؟ تمام. اي حد بيجهز بيته خلينا نمشي على نظريه بسيطه جدا كده، نظريه 60-40-10. انا هختار الالوان اللي انا عايزه اعملها في بيتي. مش كل الناس بتحب البيج، ممكن ناس تحب الجراي، ممكن ناس تحب الاخضر، ممكن ناس تحب، يعني كل واحد هيحب الالوان. انا هخلي اكتر لون في البيت اللي هو البيزك اللي انا هشتغل عليه اللي هو 60%. الفرنيتشر بقى وتنجيد الكراسي وكل الحاجات دي تبقى كلها، مش بقول لون واحد بس، درجات اللون. يعني احنا من اول الاوف وايت او الابيض لحد الدارك مثلا بيج او الكافيه، فانا كل دول انا هعتبرهم لون واحد، فانا هلعب فيهم في الحيطان، في الارضيات، في الستاير، في الكنب. هاجي بقى انا بحب الالوان هحطها في ايه، هحطها في الاكسسوارز، هحطها في الكوشنز، هحطها في اي حاجه صغيره بنسبه 10% اعرف احطها فيها. انا زهقت من اللون الازرق، انا دخلت لون ازرق في بيتي وزهقت منه، فبتكلفه بسيطه جدا هشيله وهبدله بلون تاني عاجبني دلوقتي، او لون تاني موضه دلوقتي، او انا زهقت من كل الالوان وعايزه اخلي البيت ابيض، فانا لو جبت درجات ابيض وبيج وجراي على كنبه بيزك فهتبقى حلوه برضه. فهي الفكره ان انا اخلي الالوان اللي انا عايزه ادخلها بنسبه بسيطه، وانس ان انا زهقت منها فسهل ان انا اغيرها وما اتكلفش. بدل ما انا هاخد الكنبه الحمراء هروح انجدها تاني اخليها لون بيزك، لا انا هغير بس الكوشنز اللي عليها بس. فهي دي نصيحتي لاي حد بيبدا كده يجهز في بيته، يتفرج كتير ويعرف هو عايز يعمل ستايل ايه.